الناس كلها بتقول انك اتجوزتي معلم من الساده زينب بيلبس جلابيه. وانت مالك انت بتكلمني ليه اصلا؟ بكلمك اقول لك انك مش فاهمه الطريقه اللي انت واخداها. بقى بعد وليدي النشار تبقي مع معلم وبجلابيه. لو كنت فعلا واخده طريقه فده بسبب ان انا كنت مخطوبه لواحد اهبل زيك. طب بس كان عندي سؤال قبل ما اقفل، هو بيلبس على الجلابيه من تحت اكيد صندل صح؟ لا بيلبس جزمه زي اللي هضربك بيها على وشك لو شفتك. القمر متعصب ليه؟ مين الرمة اللي ممكن يعصب القمر؟ مكالمة مقرفة كلها استفزاز من دودي. محروق أبو دودي على اللي خلفوها. مين دودي دي اللي تزعلك؟ عرفيني عنوانها واروح اديها 100 بلغة على دماغها هي والعينيه. دودي ده واحد مش واحدة. واحد؟ اه. انت مش بتقولي دودي؟ دودي واحد ازاي؟ ده وداد بنت خالي كنا بنقول لها دودي وعيلة صغيرة، حتى لما كبرت بقى نتكسف نقول لها كده. دودي ده اسمه وليد النشار. كان خطيبي. أنا هو بيكلمك وهو عارف إن أنت اتجوزتي؟ آه بيكلمني عشان يستفزني. خلاص سيبك منه، اعملي له حظر على التليفون وخلاص. حظر؟ حظر آه حظر عشان ما أعرفش كلامك تاني وخلاص. هعمل له حظر. دودي. راجل اسمه دودي. حول ولا قوة إلا بالله. صندل. ماشي يا دودي يا زبالة. ساتر. في واحد موظف عندكم هنا اسمه عدم المؤاخذة دودي؟ اه وليد النشار مكتبه اهو. اقول له مين؟ لا ما تلاقيش هقول له انا. دودي؟ اوكي فاهم فاهم فاهمك يا ماما. ايه انت دودي؟ اوكي مام هكلمك تاني. لاف يو. ايوه مين؟ طب انا كنت جاوب في نيتي اني اضربك يا دودي، بس بعد ما شفتك بيت بين نارين اضربك ولا اقول على اخر الزمن مد ايده على مزمزيل. انت مين يا عم انت وبتكلمني كده ازاي؟ أنا جعفر العمدة وعايدة تبقى مراتي وأنت ضايقتها فجات لك. أوكي أنت جوز عايدة. طب أقسم بالله لو لفيت وما لقيتكش طلعت بره الشركة دلوقتي حالا لأكون موريك أنت وعايدة الوش التاني لدودي. الوش التاني لدودي؟ وين وش التاني لدودي ده؟ وين وش التاني؟ ورحمة أبويا لو اتصلت بعايدة تانية تبقى آخر مكالمة من تليفونك. المكالمة اللي بعدها تبقى من تليفون أمك للحانوتي عشان يغسل ويكفن وأنا اللي هدفن. عدم المؤاخذة يا باشوات، الدوشة اللي عملناها لكم، بس دودي للأدب حبتين. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.